ماما راه مشطونه مع العجينه ومع الصباح، راكم عارفين تتفق مع الصباح. قلت لها والو، هي البطبوط الطريقه ديالو. قالت لي راه حاجه عاديه، زعما راه كلشي تيعرف البطبوط. قلت لها لا، الطريقه ديالنا كلشي بنات تيسولوا عليها. ندير لكم هاد لا فيديو هادي، نتمنى انها تنال اعجابكم وانكم تجربوا هاد البطبوط هذا مع كاس تاع اتاي في الشيبه. الريحه ديال الشيبه تتعطر ديال هاد الشتيوه، ديال هاد الشتيوه. هانتوما شوفوا الجو كي داير. السلام عليكم غزالات، مرحبا بكم في القناه. نتمنى ان شاء الله انكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير. فيديو اليوم تحت الطلب ديالكم غنتقاسموا معكم طريقه ديال تحضير البطبوط. تديريه لينا ماما في الفطور ولا حتى في الكوتي ممكن يتقدم، ياك؟ إيه. كاين اللي تيقول ليه بوشيار، كل واحد واش كيقول ليه، المهم على حسب. حنا تنديروه بالقمح الخالص. اييه، الدقيق ديال القمح بوحدو، ما فيه حتى شي حاجه، ماشي لا فورس لا والو. اييه، كنشطوه نحيدو منو ديك النخاله. ها هو الا كان هنا تيبان لكم، هذا راه دقيق القمح غربلناه في الغربال العادي، حيدنا منه النخاله وخلينا غير هاد كدايا. هانتوما يا الغربال اللي رقيق شويه، ها كنقول لي ديال النيلوي. دونك هنايا كما قلنا الدقيق مغربل. زيد ماما شنو ضفتي عليه؟ ضفت عليه واحد راس معلقه ديال الخميره الفوريه، حبيبات تقريبا قد هاد القيس. حنا رضفناه دابا غير باش تورينا ماما. ايه تقريبا قد هكا ولا قل من هكا شويه، حيت غادا تبقى الليل كله هو كيخمر هاد البطبوط. ايه مليحه بحال هكا شويه. وممكن ماما اللي بغى يصايبو في الصباح ممكن يدير الخميره، القياس ديال الخميره اللي تخمر. تزيدي الخميره. ايه، وهنايا هذا باش مزيان ما كيجيش حتى الخميره ما كتجيش فيه كثيره بزاف. خميره سميتها الخميره الروميه ما كتجيش بزاف. دونك صافي كناخذو نجمعو وكنعطيو الدليك مزيان كندلكوه. دونك هنايا دلكتي العجينه عاديه وغادي تخليها تخمر. هي خصنا حيت الدقيق ديال القمح كان محدك، انت كدلكي وانت كترشي بالماء، كدلكي وكترشي بالماء حتى كيترخف. حيت كيولي تقريبا بحال ديال الشفنج تقريبا، ولا ثقيل شويه على ديال الشفنج. واخا حيت كيشرب صافي، وغنديروه في الكوكوت. حيت الدقيق تشرب دقيق القمح واخا درتيه جاري راه تيشربو، تيشرب شويه. ايه المهم، وخاصنا ضروري نديروه في الكوكوت. صافي درنا داك الراس معلقه ديال الخميره، راس معلقه الخميره، راس معلقه، المعلقه الصغيره كاع. اييه صافي، وكنديروا هذاك سميتو، كنديروا المليحه وكندلكوا. حنا كنطلقوا الماء، ندلكوا مزيان تتولي العجينه صافي منسجمه وكتولي كترطق. بالنسبه للعجينه هانتوما كما تتشوفوا تتعجنها، تتحاول باش تكون مرخوفه على حساب انه الدقيق ديال القمح راه تيشرب. واخا تخليوها مرخوفه راه هو تيشرب، تيزيد مازال يقصح شويه. بالنسبه للكثافه تقريبا بحال العجينه ديال السفنج، ياكي تقريبا تكون ثقيله شويه على ديال السفنج. ثقيله شويه على ديال السفنج، واخا. ونسيره ما استعملتيش العجان. ما استعملت العجان، ما غادي تصوري والو. فعلا ماما باش نصوروا باش تورينا الطريقه كيفاش هي، راه دارت بايديها. شتي تقريبا العجينه تولي هكا. اييه كتبان خوفه مرخوفه. دابا غادا نجيب الكوكوت وديريها فيها، نديرها في الكوكوت وندير الصفاره. الكوكوت شللتها بواحد شويه ديال الماء مدافئ، اي باش ما العجينه تلصق لينا. وغادي نهز العجينه ديالي كلها نديرها هنا. صافي غادي نخليها بحال ما هكا وغادي نسد عليها. هذا نسد عليها، دير الصفارة وغادا نحطها هنا ونخليها حتى الصباح. تقريبا شحال ديال الوقت تخليها؟ تقريبا مع ديك السبعة الصباع على حساب السبعة ولا الثمانية، ولقيت اللي فقنا غادي ناخذ ونبداو نطيبو فيه ان شاء الله. هاكا كاين مع الصباح ان شاء الله. دونك نتلاقاو غدا الصباح ان شاء الله. صباح الخير عليكم. دابا هذا راه الصباح. هنايا اول حاجه غادي ديرها ماما هي تحل على الكوكوت باش نشوفوا البطبوط ديالنا كي داير. بدا ماما صباح الخير. صباح النهار. او شتي تكون نفس ديال واش كيطلع كيفاش كيجي، كيولي متقب.
غادا تندير يدي في الماء وغادا نضربو بحال هكا باش نهبطو. هنا درتي المقلاه السخونه ماما، رشيتي فيها شويه ديال الدقيق. ايه باش نعرفوها راه سخنات. باش تعرفيها سخنات ايه. دابا غادي ندير يدي في الماء. اها ندير يدي في الماء غادا نضربها غادا ترجع تنزل كلها بالضبط. غير جاي العجينة ناخذو شويه ديال الدقيق نديرو هنايا شي تكنا. شكلها نوصلها لهنا غادي نزيد نقرصها مازال. عاوي عاد تقرصيها مازال في المقلة. ايه اللي بغى يخليها غليظة يخليها غليظة، يخليه اللي بغى يرقو مثلا باغي اللي يدير الدهين وداكشي ديال الدهين ديال دير عليه العسل والزبدة وداكشي ترقيه شوية. دابا غنخليوها صافي. صراحة تيعجبني داك اللي رقيق القير كيجي له داك الكبيت الا دهنتيه تيجي زوين يجي مزيان. وتديري يدها في الماء كما تتشوفوا تاخذ واحد الكميه ديال العجينه مقياس راه في يدها وتتحاول تشكل بحال هكايا. تحاولي ما تدخليش ليها بزاف الدقيق ياكي. لا صافي صافي تخليها اون اتوندون طيب. هادي هادي راه تيولوا فيها واحد الفقاعات. هادي راه كلها غادي تنبل من هنا تولي فيها فقاعات وديك الساعه تقلب. وفي نفس الوقت راه ما طيب طيبه بالدقيق ما طيبش بالزيت. و كاين اللي يبغي يدير سميتو اللي يبغي يدير الزيت في هذه العمليه في عاود دير الدقيق هنا دير الزيت. أيه. زيت نباتي يعني. وراه هادشي اللي بغات الوقت مع هاد الشتيوه اللي صبحت صابه عندنا حنا هنايا. صبحت الشتا تبارك الله في زعما في المدينه وديك الشيء. تبارك الله شتي وصبا الجو صباح غزال غزال. ماما شنو هي اللي دايره هنايا في هاد النبته هادي؟ نعناع ولا شنو هو هذا الشيء؟ نعناع هاديك كيقولوا ليها الخنزه. خنزه وهذا كيقولوا هذا سميتو بلاتي نوريه لك. هذا مرد الدوش. ايه هذا مرد الدوش صافي. وهذه راها لويزه هذه. تفضل لويزه بهاد هاد عريشه فيها جوج اشكال فيها هادو فيها داك العرق. ندير معكم الطريقه في هاد البطبوطه هادي. دونك من بعد ما قرصاتها في الدقيق دقيق مغربل سميتو ورقتها خلاتها تعرض بين مطابط الاخرى هيداتها ودارت هادي وتتحاول باش تقرصها بحال ما هكايا ياك يا ماما. ايه تحاول ترققها في هاد الاثناء اللي تسناه هي تتنبل في البلاصه غادي دير واحد الفقاعات غادي تاخذ وحده اخرى. وبالنسبه لهاد الطريقه ماما اللي تتجمعها بحال ما هكا في الدقيق ممكن تولوا ديروا نفس الطريقه انما في الزيت زيت نباتي. ايه انا كنفضل الدقيق احسن فعلا هو الدقيق زويت بزاف. نتسناو هذا باش تنبل وغنتلاقى معكم باش نوريكم قبل ما نقلبوه. ايه هي البطبوطه ديالنا دابا من بعد ما نبلات غناخذو نقلبوها عادي بين ما طيب من الجهه الاخرى وغتعاودي ترجعيها باش تردها ثاني على هاد الجهه ثاني تتحمر تتكمل الطياب ديالها تكمل الطياب. دونك غنستمروا بهذه الطريقه. وها هي اخر طبيطه. دابا هذه هي اخر طبيطه ياك ماما صافي سالينا. ها هو الشكل ديالو كيفاش تيجي. غناخذو دابا ندهنوه بالزيت وبالعسل ومع واحد البراد ديال اتاي احسن فطور. هذا الفطور هذا بالنسبه لهاد البطبوط راه حاجه عاديه راه غير انا تحت الطلب ديالكم. دائما تيجيوني الطلبات ديال البنات اللي ما تيعرفوش هذا النوع ديال البطبوط. داكشي علاش بغيت باش نتقاسم معكم ياك ماما. ايه دابا غادي تاخدي الدهني لينا للطبيطات ياك ماما. زيت الزيتون والعسل. ايه صافي غادي نبداو البطبوط ديالنا. هادي الشيء كيجا رطب ومسيناتو ندخل الزيتون وراه باقي سخون. اها
هانتوما حاجه صحيه ومن طون لذيذه، دقيقه القمح وبزيت الزيتون والعسل، الفطور ديال الصباح. الله يعطيك الصحه ماما. كيفاش كيجي؟ اللي بغى يدير الزبده يديرها، واللي بغى يدير سميتو العسل راه يدير، سميتو زيت الزيتون راه يديرو. حنا كنفضل انا بزيت الزيتون. فعلا الله يعطيك الصحه ماما، تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. وها هو البطبوط ديالنا كيفاش تيجي، تبارك الله عليك ماما. الله يبارك فيك، الله يعطيك صحتك. المهم انا البطبوط راه حاجه عاديه، كما قالت لي ماما من الصباح تقول لي راه زعما كاين عادي بطبوط داكشي، ولكن انا حيت البنات بزاف تيطلبوه لينا، داكشي علاش تقسمت معكم الطريقه ديالو. ما حدنا صايبناه هذا الصباح هذا الفطور. نتمنى ان هاد لا فيديو هادي تنال اعجابكم، بصحتكم وراحتكم. خليكم انا هنا في امان الله، الى بروشين فيديو ان شاء الله. باي باي، السلام عليكم.